السلام عليكم. اليوم بكلمكم عن لعبة البوكيمون جو اللي العالم الحين طايحة فيها. تنزيلها سهل على الايفون اللي هو الاي او اس والاندرويد حق السامسونج تلفونات وغيرها. طبعا الايفون بس عليك تسوي لك اكونت جديد، ومجرد تخليه على الدولة اللي انت فيها خله على يو اس، طبعا ده كان في الخليج والوطن العربي، خلق على يو اس يونايتد ستيتس، وان شاء الله راح تشتغل عندك. وطبعا حق الاندرويد انا حاولت وايد اشياء فما اشتغل عندي الا هو اللي انت تضغط على تكتب دش على جوجل تكتب بوكيمون جو اي بي كي، زين بوكيمون جو اي بي كي عندك اللي هو تنزل تحت عندك هاي m.abkpure.com طق عليه، طبعا بيطلع لك داونلود اي بي كي، بسوي لها داونلود وان شاء الله راح تشتغل عندك. بالنسبه حق اللعبه ندش عليها حن اللعبه معكم شنطه غاده، شغلناها اللعبه. طبعا في اللعبه لازم تكون تخلي الجي بي اس على الهاي اكيرسي اساس انه يطلع لك المكان اللي انت فيه. كاللعبة اشتغلت كحنا نجرب عند هذه اللي هو اللي الجيم لازم يكون الكاركتر مالك ليفل 5 على اساس انه تلعب في الجيم، فهذا اللي ما وصلك. الحين من تهم شيء بتحصل لك بوكيمون، هاي البوكيمون اكو طلعوا لي وطريقة الصيد، بس تضغط عليها تضغط على البوكيمون نفسه وتقط الكرة عليها. هاي الطريقة، بس هاي واحدة اثنتين ثلاث خلاص صدق. ساعات ما تقدر تصيده يعني واحدة اثنتين ويطلع من الكرة، فتحاول له مرة ثانية واذا ما صدته بس خلاص ما تقدر تصيده. فهاي حمل البوكيمون اللي صدناه، سام شيرو حق بابا. بس الحين بعد البوكيمون الثانية كاما شابند راح اباويكم في السنيك اللي تحت، اباويكم البوكيمونات اللي عندي. هاي البوكيمونات اللي جمعتهم الحين كلهم، هذا احنا الحين نجمع لنوصل ليفل 5 على اساس انه نقدر ندش الجيم ونقوي البوكيمونات اللي عندنا ونتهاوش ويا الاشخاص اللي في الجيم. طبعا الرود ماله الشوارع وهالسوالف كلها شيء يعني نفس الشوارع اللي عندنا، لعبه حقيقيه واللعبه وايد حلوه، بس يبي لها ماشي وايد. اوكي الحين طلع علينا بوكيمون منطق عليه، بس هي هو طق عليه على اساس تقدر تصيده. تدافع علينا نحاول الصيده، نحاول الصيد البوكيمون دايركت هو ما صدته، تقدر تصيده مره ثانيه يطلع لك الدور اللعبة. ان شاء الله اي اسئلة اي شيء نرد عليكم في الكومنتات، وعليكم بالسبسكرايب. السلام عليكم.